يجادل. هذه تسمى فتنة العلم. نحن الآن في هذا الزمن يتخرج أحدنا من جامعة أو من كلية يحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه، قال أنا وما حد غيري، أنا استحوذت على جميع العلوم. أصبح الناس في هذا الزمن تترصد شيء، محاضرة، شيء درس، شيء كذا، من المحاضر؟ حسد، والله إذا كان شيخ كبير ترى نحن يعني الند بالند والرأس بالرأس بنحضر، إذا كان شخص مجهول، إذا كان شخص أقل منا في المنصب أو كذا، لا اسمحنا مشغولين، مشغول مش مشغول بس مشغول ما متفيق، صح ولا ما صح؟ هذا واقع ولا ما واقع؟ بل أنه وصل الغرور في عند أحدهم أنه لا يحضر خطبة الجمعة لأن الخطيب أدنى منه في الدرجة العلمية. قال أنا ما أحضر إلا إذا كان الخطيب دكتور، ويقطع لك مسافات أو كيلوات لأجل أن يذهب للدكتور الفلاني. قال لأن الخطيب دكتور، ولو كان ذاك الدكتور خطيب ما يفهم شيء، لكن بس سمعة. الله سبحانه وتعالى لو كانت الفائدة من ذكر المنصب أو ذكر الاسم لسماه، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنك تعلم من الأشخاص المجهولين. إذا كان عنده علم وعنده فائدة يعطيك إياه تعلم على يديه. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يأنفوا أن يتعلموا من الصحابة من كان أدنى منهم، أدنى منهم ربما في المكانة العلمية وربما في المكانة الاجتماعية أدنى منهم، لكنهم تتلمذوا على أيدي الصحابة. بل تعال انظر إلى التابعين وإلى الصحابة وإلى تابع التابعين، انظر إلى العلماء الأجلاء الذين خرجوا لأئمة العدول. أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رجل أعور ما يشوف، مولى، وليس عنده مكانة اجتماعية، وليس عنده تلك الأموال، وليس عنده ذلك المكان المهيئ، لا كان يدرس طلاب وين؟ سرداب تحت الأرض. ولكن رغم ذلك عندما كان أو عندما وجد أناس صدقوا مع الله وطلبوا العلم أتوهم من عمان ومن اليمن ومن الجزائر ومن المغرب وتتلمذوا على يديه. أنت تذيع بعلى صوتك يا جماعة مسبوع شيء محاضرة وشيء درس وشيء كذا وشيء كذا وشيء كذا، ولكن ما يتعلم، ما يريد يتعلمه. لا نحصر العلم فقط في العلم الشرعي، لا نتكلم عن العلم الشرعي فقط، بل حتى العلوم الدنيوية التي تقودك إلى العلم الشرعي أصبح الناس لا يتعلمون. أصبح الناس عندهم سلم زماني فقط، عندما ينتهي من الجامعة، خلاص أغلب الشباب عندما ينتهي من الجامعة من دراسة الجامعية يقول لكل الكتب هذا فراق بيني وبينك، ولا يقرأ كتابا واحدا. خذوا استبيان بس فقط، قولوا الطلاب الذي تخرج من الجامعة بعد تخرجكم من الجامعة وش من الكتب قريته؟ خلاص ختمنا العلم. وهذا كختم أحدنا القرآن في شهر رمضان، من يختم القرآن في شهر رمضان قال هذا فراق بيني وبينك حتى يأتي رمضان القادم. وهذا نفس الطريقة.